شو رأيك سلطانة؟ بالنسبة للون كتير حلو، بس القماش مو مثل ما بدي. حيكون العرس بفصل الشتاء، يعني لازم نحسب هالحساب. سلطانة، هي القطعة مثل ما أمرتي، وأنا بعتقد إن كتير رح تليق بجمال السلطانة مريم. دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. عفيفة خانم، اتركوني لحالي مع السلطانة هيام. أهلا وسهلا سليمان، أنا كنت عم أتفرج حتى أختار القماش المناسب لعرس السلطانة مريم. الأخبار مو منيحة يا هيام. عم بيقولوا إنه رستم باشا مريض، وهن عم يحكوا إنه ممكن يكون مصاب بالجذام. بس بجوز يكون هذا كله مجرد حكي يا سليمان، ومين اللي قال إنه الباشا هيك مرض؟ مستحيل توصلني المعلومة إذا ما كانت أكيدة. لواء خربوط باعت معلومات وهو متأكد منها. رستم باشا مثل ما في ناس بيحبوه، كمان في ناس تانين بيكرهوه. طبعا أنا واثقة إنه عم بيفتروا عليه بس مشان يمنعوا هالزواج. المهم بحديثنا هلأ هو مريم يا هيام. ما بصير نغامر بحياة بنتنا ومستقبلها. أنا مستحيل غامر بحياة بنتي الوحيدة، وطبعاً إذا ثبت إنه معه هيك مرض خطير ما بيصير إنه يتجوز، مو بس من مريم. وأخيراً أعدائنا كشفوا عن نواياهم، معناها مشان هيك كانوا قاعدين وساكتين كل هالوقت. أعذري فضول يا سلطانة، بس يعني معاذ الله، وإذا كان صحيح بركي رستم باشا عن جد كان مريض. لا تحكي هيك أبداً يا سمبول، لو كان هيك أنا بالذات أول حدا بيعرف بالموضوع. أنا ما بعتقد هيك يا مولاتي، لأنه الباشا إذا كان مريض رح يخبي هذا الشيء أكيد. سلطانة شوفي يا فخرية، قولي. قبل شوي إجت السلطانة شهرزاد وراحت على جناح مولاي. هذا اللي كنت متوقعته، ما بدي حدا يدرى بهالشي يا سنبول أبدا، وخاصة مريم. سكتم بكتم. ادخل. مولاي السلطانة هيام طالبة تشوفك. خليها تفوت. مولاي سلطانة شهرزاد، انت هون كمان؟ وقت وصلني الخبر اجيت يا هيام، الله يشفي ويعافي. شكرا يا سلطانة، بس هالشي هلأ مجرد كلام وبس، على الأقل هيك حاسة وبتوقع هيك يكون. إن شاء الله يكون هيك، بس مجرد الحديث عنه بكفي. مستحيل نرمي مريم بنت السلطان ونحن قاعدين عم نتفرج. سلطانة شهرزاد معها حق يا هيام، وقفي تحضيرات العرس شي أسبوع أسبوعين، ولهداك الوقت رح تجينا أخبار أكيدة من لطفي باشا. خلينا نستنى اللي بتشوفه مناسب بنعمله يا مولاي. نحن المفروض نتصرف بحذر أكتر يا مولاي، خاصة بمثل هيك موضوع حساس ومهم. شو قصدك؟ خلي يروح طبيبنا الخاص موشي هامون لعند رستم باشا ويكشف عليه. ساعتها إذا كان في شي أكيد هو رح يعرف ويكشف هالمرض، وهيك كلنا رح يرتاح ضميرنا. هذا المرض معروف وما بيظهر هيك بسرعة، بياكله للواحد من جوا. بما أنه الشغلة انتشرت ووصلت لمسامعنا، معناها هالمرض صار بمراحله المتقدمة، مو هيك؟ بس طبعاً جلالتكم بتشوفوا التصرف المناسب مولاي.